موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الداخلية يزور قطاعات الشرطة الاتحادية ويشيد بالتأريخ المشرف في محافظة ميسان. وزير الداخلية يترأس مؤتمرا أمنيا في قيادة شرطة ميسان، مشددا على تكثيف الجهد الاستخباراتي. الشرطة الاتحادية القبض على 18 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد وسامراء وبابل. شرطة البصرة تلقي القبض على عصابة للخطف ارتكب أفرادها جريمة قتل في الزبير. مكافحة الإجرام تلقي القبض على 3 متهمين بالسرقة وآخر بحوزته سلاح ناري غير مرخص في بغداد. شرطة واسط تواصل عملها الوقائي لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. شرطة الأنبار تلقي القبض على متهمين أقدموا على سرقة عدد من المحال التجارية. وزارة الداخلية تكثف حملاتها التوعوية لنشر الثقافة الأمنية بين المواطنين. مدير قسم التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية يجري جولة ليلية على القطاعات الأمنية في بغداد. شرطة واسط تلقي القبض على رجل وامرأة بالجرم المشهود وهما يقومان بابتزاز مواطن مقابل مبالغ مالية. الرد السريع تلقي القبض على 7 مطلوبين بتهمة المخدرات في ميسان. مكافحة الإجرام في واسط تحكم قبضتها على 6 متهمين مطلوبين للقضاء. شرطة بابل تلقي القبض على 12 مطلوبا وتضبط مخالفات في حملة أمنية واسعة. شرطة الكارخة تغلق عددا من أماكن المراهنات ولعب القمار ضمن الأزقة السكنية بناء على أوامر قضائية. الشرطة الاتحادية تستمر بتنفيذ العمليات الأمنية لتعزيز الأمن وفرض القانون ببغداد. مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على مدان هارب محكوم غيابيا بالسجن 7 سنوات. الشرطة الاتحادية القبض على 8 متهمين، أحدهم بقضايا الإرهاب وآخرين بمواد قانونية مختلفة في بغداد وبابل. الشرطة الاتحادية تستمر بتنفيذ العمليات الأمنية لتعزيز الأمن وفرض القانون ببغداد. شرطة كربلاء تلقي القبض على 19 مخالفا لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة. شرطة واسط تواصل عملها الوقائي لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة. شرطة الديوانية تواصل جهودها الأمنية وتلقي القبض على عدد من المطلوبين. الشرطة الاتحادية تلقي القبض على أطراف مشاجرة في كركوك وتضبط معمل أسفلت غير مجاز رسميا في بغداد. الرد السريع يلقي القبض على مطلوب بالإرهاب بحوزته سلاح غير مرخص في ميسان. مكافحة إجرام ديالة تلقي القبض على 4 سراق خلال ممارساتها الأمنية. القبض على متهمين 2 محكومين غيابيا بالإعدام شنقا وفق أحكام المادة 406 قتل في واسط. القبض على 3 متهمين بتهريب المنتوجات النفطية وضبط مركباتهم في كركوك وواسط. الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ترحل عددا من المخالفين عبر مطار بغداد الدولي. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، إلى اللقاء.